السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال، وجمعة مباركة للجميع، ونتمنى ربي يكون يعني حافظكم كاملين في هذه الأزمة اللي رحنا كنعيشوها كاملين. طبيعة الحال جيت في هذا الفيديو هذا باش نوضح لكم يعني كاع المستجدات ديال الوباء، الطريقة ديال الانتشار ديالو، فين وصل العدد ديال الإصابات في إسبانيا كيف ما كل نهار، وكيف ما كنوصل لكم يعني المعلومة. طبيعة الحال هذه واحد اليومين كنت درت واحد الفيديو، وكنت هضرت على واحد الأخت اللي هي فاعلة جمعوية يعني، وبينتها في القناة ديالي. انا ما مالفاليش انني نهضر على شي جمعية ولا حتى شي حاجة، هذه كانت اول مرة اللي كنت اخذ هذا القرار هذا، وكنقرر انني نهضر على واحد الفاعلة جمعوية. غنستغل الفرصة في هذا الفيديو هذا نقول لكم هذه القضية هذه، وعاد نكمل لكم الشرح ديال الفيديو. هاد السيدة هذه يعني لقيت بزاف ديال التعليقات اللي كيقول لك لا وما تبينش هاد الناس الجمعيات، وراه غير الصبا وراه دايرين وراه فاعلين. الاخوان يعني خص الانسان يعرف شنو كيقول باش ما يظلمش، غير باش نتفاهموا يعني باش ما يظلمش الناس. هاد السيده هذه انا تعرفت عليها يعني، وكان عندي يعني اصدقاء مشتركين معها، وتعرفت عليها يعني عن طريق اليوتيوب، ولكن هنا كان عندنا في مدريد اصدقاء مشتركين وهضروا لي عليها الناس، وابار ان يهضروا لي عليها الناس شت شنو دارت يعني. دخلوا غير الانترنت وديروا لاسبيرانسا ان الفوتورو، اسوسياسيون لاسبيرانسا ان الفوتورو، وشوفوا شنو دارت وشنو يعني قدمت للناس، وشنو كيفاش تعاملت مع الناس. وهذه ما عليناش، المهم في هاد اليومين هذه اللي بانت عندي في القناه بزاف ديال المتابعين ديال القناه اللي هما ذكيين تبارك الله، حنا عارفين المغاربه بصفه عامه ناس ذكيه، عرفوا يحصلوا على رقم الهاتف ديالها، عرفوا يحصلوا على رقم الهاتف ديالها بواحد الطريقه، لان قدروا يلقاوه يعني يقلبوا عليها في الانترنت ولقاو رقم الهاتف ديالها، وكانوا بزاف ديال الاتصالات بها، يعني واحد العدد كبير ديال الناس اللي اتصلوا بها باش يعني، لان عارفين الناس كاملين كيعيشوا واحد الازمه ويعني وبغاو يوصلوا للحلول، اتصلوا بها. غادي نقول لكم اليوم غادي ندير فيديو ان شاء الله باذن الله، وغادي نبين لكم كل شيء يعني بالوضوح، يعني داك الناس كاملين اللي قال لك الجمعيات نصابه، وهذه غادي نوريكم شنو دارت في ظرف يومين، شنو السعادات ديال الناس. وما غاديش نجيب لكم هذا الشيء هذا غير باش نهضر انا، سينو غادي يكون بالدلائل يعني بالفيديوهات ديال الناس، بالاوديوهات ديال الناس من كل المناطق في اسبانيا، يعني كنقول لكم كل المناطق في اسبانيا تواصلت بهم، وفي ظل يعني واحد الطرف اللي هو قصير قدرت تساعدهم باش قدرها الله، يعني بزاف ديال المساعدات اللي قدمات للناس ماديه ومعنويه، وكاع يعني اللي تقدروا تصوروا يعني باش نتفاهموا. لا بالنسبه للناس اللي حاصلين يعني جاوا من المغرب وبقاو هنا سياح وحاصلين يعني في الخزيرات وفي بعض المناطق هنا في اسبانيا، لا من الناس اللي عندهم مشاكل، لا من الناس اللي عندهم وفيات يعني ولقاو مشاكل في الدفن، لا من الناس بزاف ديال الامور. المهم انا غادي ان شاء الله، وعاد الناس اللي كيعرفوني شخصيا واتصلت بها على ودهم انا يعني الله يسمح لنا منها، يعني نزلنا عليها كاملين بالمشاكل، الناس اللي متابعيني في القناه شخصيا وعندي معاهم الكونتاكت واتصلت بها على ودهم، واتصلت بهم يعني في واحد يعني تصوروا انني كنقطع التليفون من هنا كدوز 10 دقائق مور ما هضرت معاها كيعيطوا لي الناس كيقولوا لي راه اتصلت بينا، يعني الله يكثر خيرها. وانا ماشي زعما كندير هذا الشيء هذا يعني باش هي تربح الفلوس، ولا هي اصلا ما كتربح لا فلوس لا والو من هذه الجمعيه، وهذاك الشيء غادي تشوفوه يعني بالتفاصيل وبكاع المعطيات يعني باش نتفاهموا، وتكون القضيه باينه. يعني هي تقدر تكون كتعطي من جيبها على هذه الجمعيه وما كتربح منها حتى شي ريال، ونقدروا نوريكم حتى الكوينطه ديال الجمعيه شحال فيها، ما فيها حتى ريال يعني خاويه، غير المحسنين اللي كيساعدوا من جهات اخرين، يعني هاد الناس هادو يعني عندها اتصالات وعندها معارف اللي قدرت بهم يعني توصل انها تساعد الناس. هذا الشيء اللي كاين لا اقل ولا اكثر. المهم شوفوا الخبر ديالنا ما نطولش عليكم، ونشوفوا الخبر ديالنا، وساينو كما قلت لكم واحد الفيديو اللي غادي تشوفوا فيه كل شيء بالتفصيل. هنا يا سيدي el repunte de contagios y muertes pone al gobierno en un brete para su descalada. نشرح لكم شنو وقع اليوم. اليوم وزارة الصحة ما عطاتش المعطيات كيف ما كل الأيام، يعني عطات المعطيات، عطات في الاول غير العدد ديال الاصابات، ما عطاتش الوفيات، وفاش جات تعطي العدد ديال الوفيات عطاته بواحد الطريقه اللي هو كما كنقولوا بشويه بشويه، ما عطاتش كلشي في دقه، ما عرفناش علاش. واش كانت واحد لا مالا اورغانيزاسيون بين لاس كومونيداديس اوتونوماس، يعني كونسيخيرياس دي سانيداد في كل كومونيداد اوتونوما ما دوزوش المعلومات يعني كيف ما فين كيدوزوهم، ولا شي حاجه طرات. غنقراو الخبر وغنشوفوا كلشي بالتفصيل. المينيستيريو دي سانيداد ا مانتينيدو استي فيرنيس ان سوسبنسو al país tras presentar más tarde de lo acostumbrado y a cuenta gota la actualización de las cifras
y de incidencia del coronavirus. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha comenzado su rueda de prensa diaria sin facilitar los datos completos. قال كسيدي وزارة الصحة ما عطاتش كاع المعلومات كيف ما خصها تعطيهم كل نهار، كيما كانت كتعطيهم كل نهار بطبيعة الحال. نتوما عارفين راه هاد البلاد هادي فيها الشفافية وفيها المصداقية، وكيجيو كل نهار كاين واحد الرويدة دي برينسا اللي كيجي فيها هاد السيد هذا فرناندو سيمون اللي هو المدير ديال المركز ديال الإشعارات الصحية ولا كي كيسميوه، كيجي كل نهار كيعطي المعلومات كما هي. هاد النهار هذا جا وما قال له، ما صرح لهمش يعني فاش بدا هاد يعني الجمع الصحفي ولا كي كنسميوه اللي كيدير يوميا، ما عطى لهمش كاع المعطيات كامله، ما عطى لهمش معطيات كامله. ويعني الصحافه راكم عارفين هنا اي حاجه كطرا كينوضوا كيهضروا عليها، ما عرفوش علاش. سولو ادلانتو دي لوس كاسوس ريجيسترادوس ان لاس اولتيماس 24 هوراس فويرون 5252، صرح لهم غير بالحالات ديال الكونتاخيوس اللي هما 5252 اللي طرات في هاد 24 ساعه الاخرى. مومنتوس ديسبويس سانيداد بوبليكو سيفرا دي مويرتوس نويفوس. ومن بعد بعض الدقائق عاد وزاره الصحه اعلنت على عدد الوفيات اللي هو وصل 585 حاله. استوس انكريمنتوس بونين ان بيليغرو لا بويستا ان مارشا دي لوس بلانيس كي كوسينا الغوبيرنو دي بيدرو سانشيز. قالك سيدي هاد المعطيات هادي كتوضع في خطر كاع هاد المشاريع اللي راهم كيوجد هاد الحكومة ديال بيدرو سانشيز، يعني كاع هادشي اللي راها كدير، يعني هاد المعطيات هادو ما خصهمش يكونوا، يعني ما كناش كاملين ما كناش كنساينو ان في هذه الوقيته هذه نكونوا مازال كيخرجوا لنا 5252 حاله ديال الكونتاكيوس و585 حاله ديال الوفيات. يعني البلان اللي كان داير الغوبيرنو ما كانوش عوالين على هذه الحالات هذه. يعني هنايا تقدروا في الاسابيع المقبله يطراو بزاف الامور، يقدروا يعاودوا يسوسبنديو لاس اكتيفيداديس، يقدر تطراو بزاف الامور. دابا غادي نشوفوا من هنا الفين دي سيمانه اللي جاي ونهار 2 3 4 الى بقى هذا الشيء هذا على ما هو عليه، راه خص كل شيء يوقف الاخوان، يعني خص كل شيء يوقف، خص بنادم يجلس في دارو كل شيء يوقف، ما يبقاش التحرك ما يبقاش. لان مادام 5252 مازال كتطلع كل نهار الا وراحنا ما كنهودوش الحالات، خص دابا حاليا على حساب البلان اللي كانوا دايرين هما خص على الاقل يكون واحد 2000 حاله في النهار ولا اقل، يعني 2000 1500 حاله في النهار ديال الكونتاكيو، سينو ما كناش ما غاديش نقدروا نخرجوا من هذه البربوخه هذه ديال الاصابات بصفه عامه. بوستان مارشا دي لوس بلانيس دي كي كوسينا ال غوبيرنو دي بيدرو سانشيز بارا كومينسار لا ديسيسكالادا ديال كونفينامينتو. ال دكتور سيمون ا لامنتادو ال ريتراسو اي اسيبتو كي اي داتوس كي بويدن باريسير اون بوكو استرانيوس. قال لهم هاد العدد نتاع الحالات اللي كنشوفو دابا ما غاديش يقدر يخلينا نمشيو كيف ما كنا غاديين باش نخرجو من الكونفينامينتو من الحجر الصحي. وهاد الدكتور سيمون قال لهم قبل، يعني اقتنع وقال لهم عندكم الحق، وهاد التاتوس هادو اللي كيخرجوا لنا دابا راه اون بوكو استرانيوس، يعني غراب، يعني ما كناش عوالين عليهم، شي حوايج اللي ما كناش عوالين عليهم. ريكلاماندو باسيانسيا بوركي تودافيا نو سابريا بوديدو كونترولار لا فارياسيون دي لوس داتوس. اطلب منهم يعني الصبر، لان حاليا مازال ما قدوش يعني يكونتروليو يعني يحتويو التغيرات ديال المعطيات. اوبتينيدوس بور لاس كومونيداديس اوتونوماس اللي كيعطيوهم كما قلت لكم الكومونيداديس اوتونوماس بصفه عامه. استاموس تراتاندو دي كوريخير لا سيريس، وحنا كنحاولوا ما امكن نصحوا المعطيات اللي كتوصلنا من كل كومونيداد اوتونوما. لا كوربا ديال الفيروس ان اسبانيا transita una de sus semanas más definitorias para tomar decisiones sobre las medidas del estado de alarma. هاد يعني الكوربا كما قلت لكم، ولا هاد يعني المرحله الثانيه اللي دايزين فيها من هاد الوباء هذا، دابا حاليا كما قلت لكم هاد الاسابيع هذه كانت هي اللي غادي تكون حاسمه باش تقرر كيفاش غادي نقدروا كيفاش غيقدروا هاد الناس هادو يتاخذوا الاجراءات على حساب هاد لي ستادو ديال الارما في الايام المقبله ان شاء الله باذن الله. يعني المعطيات اللي كياخذوا في هاد الاسابيع هذه كانت غتكون حاسمه باش يشوفوا واش غادي يقدروا يبداو يرخفوا من لي ستادو ديال الارما ولا غادي من الحجر الصحي، ولا غيخصنا مازال نبقاو يعني في نفس يعني الحاله، ولا غيزيدوا عاد يشددوها.
Y las noticias no son buenas ni claras. والأخبار هي غير مفرحة وغير واضحة. Simón ha alertado de que corrección de los estudios puede provocar alteraciones importantes. قال كسيدي بأن صحيح هاد يعني هاد الدراسات تقدر تسبب لنا في بعض التغييرات اللي هي مهمة بزاف. Los aumentos diarios de casos se han mantenido en una franja fija. قال كسيدي تطور الحالات يعني الإصابات يوميا بقاو غادي لنا في واحد يعني كما كنقولوا واحد الخط يعني ثابت، في خط ثابت ما كيزيدوا ما كينقصوا. Alteraciones importantes. Los aumentos diarios de casos se han mantenido en una franja fija los últimos días y esto permite atisbar una cierta estabilización, pero no una ralentización. وهذا الشيء هذا تسبب لنا في واحد الاستقرار، ولكن حنا ما بغيناش الاستقرار، ما بغيناش نبقاو حنا كنسجلوا الحالات 5000 حاله كل نهار مع العلم ان 3000 ولا ديال الحالات اللي كيبراو، يعني غيبقى هذاك الشيء غادي في تصاعد. مادام الناس كتبرى 3000 وكتعادى 5000 هذاك الشيء غيبقى غادي في تصاعد. دونك هنا في هذه الحاله هذه ضمننا الاستقرار ولكن ما ضمنناش الانخفاض. حنا خصنا الانخفاض اصلا، هذا الوباء خصو يبقى كينخفض. دي لا بانديميا كومو ابونتان لوس ميمبروس ديال ليكوتيبو، ديال هذا الوباء كما رسموا لنا المسؤولين في هاد الحكومه. El gobierno ha tratado de eliminar las últimas horas las dudas hacia las cifras de muertos. يعني الحكومه قررت يعني في الساعات يعني الاخيره باش توضح يعني باش توضح للناس شنو هما يعني الارقام ديال الوفيات. كون ديكريتو بارا اونيفيكار لوس انفورميس دي لاس اوتونوميياس بيرو لوس كامبيوس نو سي ان بوديدو اوبسيرفار استي فيرنيس، ولكن التغييرات ما لقيناهمش. يعني في هذه الجمعه هذه كنا كنساينو باذن الله تكون يعني بعض انخفاضات في هذا الاسبوع كما قلت لكم قبل في الفيديوهات اللي قبل، ولكن هاد الجمعه هادي ما لقيناش يعني شي داتوس اللي كتفرح. ان كوانتو ا لوس باسيينتس ان لوس هوسبيتاليس اي يوسي توديا نو سي بودي ديسير موتشو بوركي هوي اس ال ديسيمو ديا ان كي سانيداد نو بريزنتا لوس توتاليس ان لا تابلا تودو استا ان لاير. وقال لهم بالنسبه للحالات في اللي راها في المستشفيات ولا في 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 في, في الانعاش ولا ما عندناش شي معلومات، لان هذا النهار هو النهار العاشر اللي وزاره الصحه ما كتعطيناش توتاليس يعني، وكل شيء كاين في الهواء، يعني مازال ما عطاوناش ارقام حقيقيه اللي تقدر تقول لنا راه كاين عدد فلاني ولا العدد هذا في سميتو في يعني ما يسمى بالاخر ب يعني معلومات اللي هي واقعيه، يعني ارقام واقعيه في هذا. كنعتذر مشى ليا الفيديو يعني حيتاش كنت داير مودو ديال ابيون غادي نحاول نرد الاخر. مشات ليا الصوره كنعتذر. المهم الاخوان هذا هو يعني الخبر اللي بغيت نوضح لكم اليوم. يعني ما كاينش وزارة الصحة ما عطاتش يعني شي ارقام اللي هي واقعية فيما يخص الحالات ديال الناس، العدد ديال الناس اللي كاينين في المستعجل في الانعاش من جهة، ولا في المستشفيات من جهة. ونتمنوا الخير في الايام المقبله ان شاء الله باذن الله، نقدروا نشوفوا تغييرات يعني في الحجر الصحي يقدر يتجدد اكثر بطبيعه الحال. هذه المهن غير اساسيه تقدر ترجع عاوتاني تحبس، حتى حاجه ما مضمونه. نتمنوا الخير من الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم في هذه الساعه. كان معكم سفير مرزوقي من قناه سفير مرزوقي مساعد المهاجرين في اسبانيا، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. والسلام عليكم.